اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. يوم الاحد من كل اسبوع الاكل الصحي، يعني صحتك في اكلتك، والاكله طبعا الحلوه، وان احنا نهرب من الدهون اللي موجوده فيها والزيوت اللي موجوده فيها، ده مهم جدا. ويقول لك الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. خلونا نشتغل على حته الوقايه خير من العلاج، ان مطبخنا يكون مطبخ صحي وفيه اعتدال لاستخدامنا للمواد بتاعتنا، سواء زيوت او دهون او الماتيريال بتاعنا مكونات الاكله. معايا كبد فراخ النهارده، عايز اعملها مشويه بدبس الرمان. ايه الماده الدهنيه اللي هستخدمها هنا؟ معلقتين زيت زيتون، معانا دبس الرمان، مع فصين ثوم، قرن فلفل حار ما نحرمهاش. هنعمل كبد مشويه بدبس الرمان، صحيه صحيه، نقدر نقول بنسبه 80%. معانا مافن الكنوه، الكنوه دي طبعا يعني يمكن سعرها غالي شويه، بس هي متواجده دلوقتي في كل السوبر ماركات. بتجيب الكنوه، في منها الابيض، في منها المخلوط ابيض واسود، في اسود بس. فالكنوه طبعا حبوب، هنعملها النهارده مع بعض مافن مع الخضار، بروتين، تشكيله من الخضار، في ليفر وطعم، مكوناتنا في البيض الجميل، الشوفان ممكن يتدخل في الموضوع، تبقى لطيفه وجميله. معانا النهارده كمان سلطه الخس الجميله بخل التفاح، هنعملها مع بعض ازاي؟ اكيد برضه هيكون لها فكر طهوي بسيط وسهل. والسلطات من الحاجات المفيده جدا في التخلص من الكوليسترول، سواء مكوناتها مع خل تفاح او الحامض اللي هو عصير الليمون. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه، بما ان الاكل صحي ممكن الماتيريال هنا في متناول الجميع، بس التفنن والابداع الطهوي في ان انا اعمل اكل صحي ده مجهود كبير على فكره. وبما ان انا دارس تغذيه وفاهم انا بعمل ايه وبحط ايه على ايه عشان في الاخر يديني ايه، دي حدوته وحكايه. تعالوا مع بعض نعمل سلطه اسمها سلطة الخس بمقادير بسيطة وسهلة. وفرصة بنعمل السلطة نتكلم عن ازاي نغسل الخضار بتاعنا، سواء جرجير سواء خس، ونحتفظ بالقيمة الغذائية اللي موجودة فيه، وده مهم جدا. نعم يا غالي، يا مخرجنا يا مبدع، الكب كيك او المافن او كعك العيد او التورتايه ما ينفعش اول ما تطلع من الفرن تتعامل معاها خالص انك تطلعها وتسيبها تهدى خالص، بعدين نشوف هنعمل فيها ايه. يا اما نطلعها ونقطعها، يا اما نخليها زي ما هي زي ما احنا حابين. وبعض الناس المحترفين يتحط المفروض في الثلاجه، ياخد عمليه تبريد سريعه، تبريد مفاجئ، سواء الكيك، سواء بتعمل تورتايه او الكيكه الاسفنجيه، تتحط في الثلاجه عشان نقدر نتحكم فيها بسكينه المنشار او الاسباتيولا اللي بنقطع بيها. معانا كبد الفراخ، معانا سلايز الليمون، تعالوا شوفوا نعمل سلطه الخس ازاي واحنا واقفين مع بعض. المقادير على الشاشه: خس، ثوم، عصير ليمون، معلقه خل، زيت زيتون، والسرفيز اللي احنا هنشتغل فيه. اللهم صل على النبي. ادي الخس بتاعنا، طبق السلطه ده دايما انا بقول عليه لوحه فنيه تتغذلي فيه وانت بتعملي ايه، بمكوناته بقى. مش لازم تجيب الخس الغالي ده، ممكن يكون عندك مثلا كابوتشا حمراء، الخس اللي هو الكرنب الاحمر عادي ما لقيتوش فجبت الخس الهندبه الاحمراء دي جميله اهو. هناخد كده اطرافها الالوان الجميله اللي بتدي بهجه. حلو اهو، طبق السلطه يا اخوانا على السفره لوحه فنيه، معطيات الحب، برهان الحب لاولادك، لاسرتك، لجوزك، من تقطيع الخيارة والله ممكن تكون عامله ديك رومي، بس شويه السلطه اللي انت عاملاهم بعت له رساله قويه جدا، بتقول له انا بحب اقف في المطبخ علشانك يا حبيب قلبي، بتقولي لولادك انا اخدمكم بعناية. من تقطيعه السلطه، يا ماما ازاي قطعت الطماطم صغيره كده، يا ماميتو ازاي قطعت الخيار بالشكل ده كده. اما الديك الرومي بتعملي له مساج بتتبيله، معلقه عسل، معلقه قرفه، معلقه فلفل اسود، معلقه جنزبيل، ومعلقه سكر، وتعمل غلي فيه من فوق لتحت وتدخليه الفرن، ما تعبتيش فيه خالص، ده ما بتتعبش عليه.
تعالوا نعمل التتبيله بتاعتنا كده. شويه الخس دول عاجبيني بصراحه، ما ينفعش اسيبهم، باخدهم كده. اوعي حذاري تغسلي الخضار قبل التقطيع، ده يتغسل، الخضار يتغسل بعد التقطيع، سوري قبل التقطيع مش بعد التقطيع. جرجير، سبانخ، ده اتغسل قبل التقطيع، بناخدهم كده. حلو قوي. تعالوا التتبيله بتاعته عباره عن ايه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى. عندي بوله صغيره بحط فيها زيت زيتون، الاول بحط فيها شويه شوفان حلوين كده من اللي عندي دول. الشوفان ده متحمص او مش متحمص عادي. بحط على السلطه دي شويه فليفر من التوابل، البابريكا الحلوه، طبق السلطه كده يتاكل اهو. حلو. بحط زيت زيتون وعصير ليمون، زيت زيتون وعصير ليمون. لو انت بتحب المستردة حط مستردة عادي. شوف الشوفان، ليه حطيت بابريكا على الشوفان؟ يعني الشوفان لما بيتاكل لوحده كده الواحد بيجزع منه، فوجود البابريكا هنا بتدعمه بالطعم. حلو الكلام. عصرة ليمون حلوة، حلو قوي. معلقة خل لطيفة، عايزة تحطي عين جمل حطي زي ما انت عايزة. ما تنسيش فص الثوم الحي اللي بيدي طعم حلو قوي. البهريز بتاعنا ده كده، ونقلب الخلطة دي كده. جربي تحطي معلقة شوفان في تتبيلة السلطة إذا بتعمليها ريجيم بالشكل ده كده. شوف الشيف المغازي هيعمل إيه بقى الإضافة بتاعته. معايا بصلاية حلوة عيني جابتها، باخد البصلية دي زي ما هي كده، الله، وقطعها شرايح كده. دي مهمة جدا على فكرة، البصل من الدرانيات اللي بتنشط الدورة الدموية، الدورة الدموية في أنحاء الجسم، زيه زي الجنزبيل، زيه زي الثوم. درانيات بصل، جنزبيل، ثوم، باخدها وسقطها هنا كده. وناخد التتبيلة دي يا عم الشيف نسقطها على وش السلطة. امتى؟ ولادك قعدوا على السفرة، جوزك خلاص وصل. حلو ده مهم جدا على فكره. دي بعملها احطها في الثلاجه بالشكل ده كده. قدامنا وقت قد ايه يا شباب؟ التتبيله دي مهمه. باخدها كده اسقطها كده على وش السلطه. الله، لف بقى مطاعم الدنيا كلها مش هتلاقي طبق سلطه بالنظافه دي. ما اقصدش انا، اقصد انتي، ايدك انت يا امي، ايدك انت يا اختي، يا خالتي. طبق السلطه انصحك تكليف البيت من فضلك، طبق السلطه انصحك تكليف البيت، خاصه لو بتعمليه بطريقه صحيه زي ما انا شغال دلوقتي كده. بصل، شوفان، البابريكا حطيتها على الشوفان عشان اتقبل طعمه، مع البصلايه، مع الخل، مع عصير الليمون، مع زيت الزيتون، زي الفل يا عم الشيف. السلطه دي بعد 5 دقايق من الان هتلاقيها هبطت، هي الورقيات كده طبيعتها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومات، اكل صحي، وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه الوقايه خير من العلاج. ازاي بايدي عايز اصنع واخلق مطبخ صحي اللي هو في البيت عندك كده. حلوين يا شباب، ديت نغرفها لك، هي لسه شويه سخنه على فكره. حلو، خلي بالك. خلونا طبعا في عجاله كده نتكلم عن المطبخ الصحي. المطبخ الصحي مش محتاج ان انا اروح لدكتور تغذيه واخبط عيادته واقول له اعمل ريجيم ازاي واعمل اكل صحي ازاي. لو كلمك من لمده سنه انت مش هتعملي غير اللي في راسك. افتحي باب الثلاجه، تابعي برنامج اكله امي، انا دارس تغذيه، هدلك وانصحك، وانا هفكر معاكي وهخليك انت تختاري تعملي اي اكله نفسك فيها بطريقه صحيه بالدراسه. حتى المهلبيه تعملها صحي. هتقولي ازاي يا عم الفيلسوف حليب من السوبر ماركت قليل الدسامه؟ هتستخدمي هنا بدل النشا شويه شوفان،
نقعت الشوفان من بالليل في التلاجة بقى معاكي له قوام، هتحطيه على الحليب وتحطيه مغلوة على النار، هتحليه بمعلقة عسل أصبحت تقريبا بنسبة تعدي 80%، صح؟ وأكلت مهلبية تزينها بإيه؟ شوية فول سوداني، شوية فستق، شوية عين جمل، من غير ما تحمصيهم ولا تدخلهم الفرن، وتقدمها لأولادك بألف هنا وشفا. أنا بدأت بالمهلبية لأن بحب أكلها بالطريقة دي. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.